السلام عليكم. احنا في فيديو سابق اشتقينا الاكويجن اوف موشن الخاصة بالسيمبل بندلوم، واخذنا الحالة العامة الجنرال اللي قلنا لو عندنا بندلوم وعنده اليو اللي هي الاكتويتر اللي مثل خلينا نقول هنا فد تورك دي يحرك لي هذا الذراع مال البندلوم، والبندلوم ايضا بيحتكاك وايضا يحتوي على الكتلة والذراع مالته، واشتقينا الاكويجن اوف موشن مالته وتوصلنا الى هذه المعادلة الاخيرة، واللي يحب يشوف الاشتقاق فموجود بالقناة بشكل مفصل. ورسمنا سيميوليشن للثيتا اللي هي ثيتا والثيتا دوت اللي هي خلينا نقول انجلر ديسبليسمنت والانجلر فيلوسيتي عن طريق الاو دي اي، وهذا كله مشروح بالقناة. الغرض من هذا الفيديو هو شلون ممكن بكود بسيط جدا نحاول نرسم الحركة هذه على شكل انيميشن. فراح نبدأ بالبداية بشكل بسيط باللي احنا شرحناه بالفيديو السابق بهو شلون نستخدم الاو دي اي، لان احنا نحتاج الاو دي اي على مود نطلع الثيتا والثيتا دوت. فلو نجي نريد احنا نشوف شلون ممكن نستفاد من الاو دي اي، فراح اول شيء نخلق فايلين. الفايل الاول راح نسميه بين سكند، اي اسم تسميه انت، والفايل الثاني هو راح يصيح هذا الفايل، ولازم الفايلين يكون مخزونات بنفس الفولدر. الفايل الاول راح ابدي من فانكشن وراح اقول الاكس دوت، والفانكشن مالتي يدخل لها التايم والاكس، يعني التايم والاكس هم هذني التو فاريبل اللي عندي. هنا هذني الباراميتر الخاصه بالبندلوم، البي اللي هو الفراكشن، طبعا راح نغيره ونشوف شلون تاثير الفراكشن. الكتله عندي مال البندلوم، الجرافيتي الجاذبيه، الذراع الطول مالته، اللي هو طبعا راح نفرضها صفر، احنا حاليا ما عندنا اي كنترولر، احنا نريد نعطي انيشال كونديشن ونريد نشوف شلون ممكن هاي الانيشال كونديشن تتغير مع تغيير خلينا نقول الذراع مع تغيير الفراكشن. فاحنا عندنا تو ستيت، فراح اخلق اني 0 من 2 1، يعني كانما تو ستيت، انا عندي فيكتور ب تو ستيت. الستيت الاولى اللي هي مثل ما احنا دائما نعرفها اللي هي مشتقه الثيتا، فهي ثيتا دوت الاكس 2. اما الاكس 2 اللي هي الدبل ثيتا دبل دوت، فهذا هو القانون مالته، فشوفون ناقصا جي على ال ساين ثيتا، فهذه هي ناقصا جي على ال ساين ثيتا، والثيتا هي الاكس 1. مثلا عندي انا هنا ناقصا بي ام ال سكوير ثيتا دوت، فهذا عندي الناقصا بي ام ال سكوير مضروب بالاكس 2، والاكس 2 هي ثيتا دوت، وعندي اخر شيء اليو اللي هو 1 على ام ال سكوير مضروب باليو، واللي هي طبعا تيرم راح يكون صفر لان احنا اصلا منطين اليو صفر. فهذه هي الفانكشن الاولى مالتي، هذه هي الفانكشن الاولى مالتي. الان راح اروح للمين فايل مالتي. كالعاده راح نبدا بسي ال سي كلير اول كلوز اول. هنا راح نحتاج هذا ال، نحتاجه بعدين هسه نشوف ليش، حاليا ما نحتاجه بالجزء الاول. راح اعرف التايم مالتي، راح ابدي من الصفر، راح امشي 0.5 0.05 الى حد 5 ونقدر نغيرها براحتنا. راح انطي انيشال كونديشن 0.3 وكانما انا عندي فيلوسيتي. تقدر انت ايضا تبدي بثيتا بكيفك انت شلون ما تبدي. هذا هو التي والاكس، انا راح اصيح الاو دي اي، والاو دي اي يريد من عندي، يريد من عندي ذني الاربع الاكويجنات اللي هذا التو اكويجن، فاني موجوده عندي هنا مخزونه، والتي والاكس. الى هنا انا هذا نفس الفيديو انا موجود عندي بالشرح مالتي، وراح اجي ارسم الاكس 1 اللي هو يمثل لي الثيتا، والاكس 2 اللي هو يمثل لي الاكس دوت. فلهنا انا راح اوقف البرنامج بس انفذه حتى نشوف السيميوليشن مالتنا. فهذه هي الثيتا وهي الثيتا دوت. طبعا انت مثل ما شفت احنا بدينا من سرعه 3 بس الثيتا بدت من الصفر. الان لو اريد نحط بها فراكشن، يعني لو اجي اليوم اني ازيد الفراكشن، اقول الفراكشن مالتي 1 تمام، اريد ازيد الفراكشن مالتي وراح اقلل طول البندوليوم، راح اشوف شو يصير عندي، راح اجي اسيف هذه. المفروض من زاد الفراكشن يصير عندي البندوليوم مو مثل قبل شويه، يصير عندي بي مثل يعني يتوقف، لانه كانه ما صار عندك احتكاك. فلاحظوا شلون، ليش؟ لان عندك احتكاك فوقف العمليه، يعني تحرك شويه لكن الاحتكاك كلش قوي فتوقف البندوليوم. فهذا تاثير الفراكشن اللي اني كان عندي مهم حتى نشوفه بعدين من نسوي الانيميشن مالتنا. الان خلينا نرجع نقلل الفريكشن ونسوي البندوليوم 1، نسوي طول البندوليوم 1. فلو اجي هسه اسيف واجي انفذ من جديد الى حد هنا، هذه هي اللي عندي عمليه اللي هي انه اكو حركه. طبعا انت هاي الحد الخمسه، يجوز مثلا لو تزيد الزمن خلينا نقول له 15 ونرجع ننفذ، فشوفوا انتم مع الزمن ايضا الفراكشن راح يحاول يقلل من الحركه، تقلل السرعه مالتي وايضا الثيتا والتذبذب مالتها. هذا كله
مو شيء جديد، المفروض انت مثلا متفرج هذا الفيديو واصل هاي المرحله، لان انا كل هاي شارحها بالتفاصيل بالفيديو السابق. راح نبدا اليوم بالغرض من الفيديو مالتنا اللي هو شلون ممكن احنا نسوي الانيميشن مالتي. فلو اجي اباوع عليه، لو اجي اباوع على البندوليوم هذا، انا شنو اللي اريد ارسم؟ اريد ارسم هذا البيز، هذا البيز مالتي اللي هو راح يكون عليه البندوليوم، اللي هو لو اجي اتخيله اني هو عباره عن مثلا، لو اجي هسه اريد ارسمه، لو اجي ارسمه راح اقول هو عباره عن مثل، يعني اتخيل المنظر مالتي هذا، هذا المنظر كله ايش، بس خلي نتخيله سويه، ما اريد فول، نو فول، تمام. فتخيل انت هذا المنظر مالتك، فلو بدينا من الصفر صفر فراح اشوف انه هذا البيز مالتي، طبعا احنا نعرف كل زين انه الواي هذا الواي اكسس وهذا الاكس اكسس، فهذا لو اريد ارسمه اني هسه راح ابدي، اكيد راح ابدي من مثلا من الجهه الناقصه بالاكس، مثلا خلينا نقول ناقص واحد الى حد الواحد، طبعا انا احتاج اغطي الطول مال البندلوم، فمن ناقص واحد لواحد، لكن بالنسبه للواي فهو صفر صفر، فهذا هو الذراع البيز مالتي، سوري مو الذراع، هذا البيز. بعد ايش احتاج؟ احتاج هذا الذراع، هذا الذراع لو ابوع عليه هو شنو؟ هو بادي يبدي من الصفر صفر ويتحرك هنا. لو اريد اني ارسم هاي الحركه مالته، فالحركه مالته اللي هي نهايه النقطه مالته، هذه هاي نهايه النقطه مالته شو تمثل؟ لو اجي انا اقول هاي ال كوساين ثيتا هي نفسها هاي ال كوساين ثيتا، لكن انا دا تجي باتجاه الواي بالناقص، فاذا هو ناقص واي ال كوساين ثيتا، هذا هو البعد مالته بعد نهايه اللاين. هسه ما لي علاقه بالطوبه هذه، بس لاحش على الذراع. ونفس الشيء لو اريد اعرف اني احداثيته بالنسبه للاكس فهو ال ساين ثيتا، فاذا هذا لو اريد ارسمه هو عباره عن ناقصا ال كوساين ثيتا وال ساين ثيتا، واذا دا يتغير مع الزمن فهذا راح يتغير ايضا مع الزمن، ونفس العمليه بالنسبه لهاي البول. فالان لو اريد احداثياتها، طبعا عندي تو بول، بول ان انا هذا اللي هو مثبتها بالبيس فهذا حيكون ثابت، لكن هذا حتكون متغيره ايضا تغيرها الاحداثي مالتها، هو منو دا يتحرك عندي؟ دا يتحرك عندي هاي النقطه، فهاي النقطه شلون انا اريد اعرفها؟ اللي هي كاكس، احنا عندنا هذا الاكس وعندنا هذا الواي، فالاكس فهي مبتعده ال ساين ثيتا، وكواي فهي ال كوساين ثيتا بس بالناقص. خلي نجي هسه على الماتلاب ونشوف شلون ممكن نكتب الكود. راح ابدي عندي الاكس والواي صفر صفر، هاي البيز مالتي اللي هي خلينا نقول بدايه الكوردينيت. راح اسوي سيموليشن للتايم من الواحد الى طول السيموليشن مالتي. هذا الاكس 1 والواي 1 هذا اللي كنت انا اقصدهن، اللي هي هاي النقطه هنا. شنو هي هاي النقطه؟ هي عباره عن ساين ثيتا، فالثيتا هي مالتي الاولى، والواي هي من هي الواي؟ انتبه عليه، هي نحو الاسفل، فاذا انا الواي عندي فوق، فاذا اقول ناقصا ال، والال هو طول البندوليوم، في كوساين الاكس اللي هو نفس الثيتا، واذا اخذ انا الاي اللي هي القيمه مالتي اللي كل ساعه تتغير، لان انا عندي من سويت السيميوليشن يعني، فكان عندي انا قيمه للاكس اللي هي من بدايه الزمن صفر الى حد ما انتهى الزمن. فهذا هو فكره الاكس والواي 1. راح اجي الان اول شيء ارسم البيز مالتي، هذا هي البيز مالتي، هذا وكانما انا ارسم البيز مالتي، يعني هذا هسه شيء يمثل لي اني دا اقول له ارسم لي فد بيز من ناقص، من ناقص واحد بالاكس وصفر واي الى حد واحد بالاكس وصفر واي، لان واي دائما صفر، واريد في السمك، فانا مختار ست سمك وراح اشوفوها مرسومه بالجرين، فهذا هو الكود، فقط دا ارسم البيز. هاي الاكسز مالتي الاطار مالتي انا ارسم هذا الاطار، فانا حتى اغطي الصوره مالتي راح اقول ناقصا 2 ب2 و2 ب2، طبعا هذا ايضا يعتمد على طول البندوليوم، يعني البندوليوم لازم يكون اطول من هذا حتى لا يطلع عندك. الان حرسم هذا اللاين، هسه انا حرسم هذا اللاين، هذا اللاين قلنا يبدي من صفر صفر وينتهي وين؟ بالاكس والواي 1، يعني اكس 1 واي 1. فاذا راح اجي عليه اقول له ابدي من اكس صفر، هذا بالنسبه لاحداث الاكس، والاكس 1 اللي هو نهايته، والواي صفر والواي 1، فهذا حيرسم لي شنو؟ راح يرسم لي الذراع مال البندوليوم. هولد اون حتى يرسم لي فوقه بعد، شو اريد ارسم؟ اريد ارسم الدائره اللي هي راح تمثل لي المربط ما بين البيز والبندوليوم، فهذه هي الدائره الاولى اللي هي حاطها بالصفر صفر بالاحداث صفر صفر، وهنا أنا مسوي السمك مالتها سته، فماخذ الماركر سايز سته وماخذ الماركر فيس يلو. ونفس الشيء راح اجي ارسم ايضا الثانيه اللي هي نهايه البندوليوم واللي حتكون اكبر، فاذا انا ماخذها ايضا على شكل دائره ومنطيها سايز 20 والماركر فيس مالتي مسويها بالريد على مود تصير احمر، وهنا عندي الهولد اوف ايضا كانما دا اقول له امسح حتى يبدي يرسم شيء جديد، يعني باو انتبه علي. اني هسه بالنسبه لي البيز تبقى كل ساعه يعني، لكن تدري انت ذني دا يتحرك عندي، فاذا هذا الفكره ما الكود مالتي.
الهولد اون وعندي ايضا اني الهولد اوف. هسه راح اجي انفذ على الوضعيه هذه اللي هي مثل ما نشوف انه الاحتكاك قليل عندي. الزمن الان خلينا نباوع الزمن، الزمن 15 راح يطول، فاحنا خلينا نخليه 10 حتى لا يطول عندنا. لو اجي هسه انفذ راح تشوفون هذا هو البندوليوم، هاي البيز مالتي اللي هي كانت خضراء، هذا الذراع مال البندوليوم، وهاي نهايه البندوليوم، وهاي الصفر اللي هي بديناها من 0 0. الان احنا هسه مثل ما شفتوا لحد مع 10، طبعا انا لو تشوفون انتم من كان هو ده يرسم كان كاتب لك هنا بيزي، فشوفوا هسه الى حد ما وقف هو كان بعده يتحرك. هسه احنا لو نزيد الفريكشن، شوفوا هسه باعوا، هسه انا اريد ازيد الفريكشن راح اقول له 1، او خلينا نقول اي خلينا نقول له 1، نشوف ايش راح يصير. انا اريده يوقف قبل ما يخلص الزمن مالته هذا العشرة، خلينا نشوف راح يوقف. شوف هسه هو بعده بيزي، لكن ايش صار بي؟ توقف. لو اجي اباوع على الرسومات مالته راح اشوف اني توقف عندي البندلوم. فلو اجي اعيد باعو الرسم مالتي انه شوف توقف، فصارت الحركه ليش؟ لانه اكو عندي فراكشن، حطيت فراكشن. وايضا لو اني طبعا هنا سوري بس عندي شغله، الال لازم توحد، فهنا عندي الال 1، لازم هنا ايضا عندي الال يكون 1، لان هذا طول الذراع لازم يكون نفس هذا الطول مال الذراع عندي. فراح اجي اسيف وارجع انفذ، فهذا عندي هو شوف الحركه، لانه لو تشوفون هنا يتوقف هو يعني تقريبا بالخمسه سكند. فهذا هو الحركه مال انيميشن لو اريد اني اسوي انيميشن. لو هسه اقلل الفريكشن، هسه لو نقلل الفريكشن خلينا نرجع على بوينت 1، وراح نشوف انه احنا هسه، وطبعا تقدر تقلل التايم، يعني هسه مثلا لو اسوي هذا، لو افرض هذا راح اسويه بوينت 1، فشوفون راح تشوفون حركه البندول سريعه جدا. بعد شوف حركه البندول سريعه بسرعه خلاص الزمن. لكن اني لو اسوي بوينت 1 راح تشوفوا صار، طبعا هنا انا لازم اسيف سوري حتى ياخذ القيمه. لو هسه انفذه طبعا سويته بوينت 1 راح يصير كلش بطيء، لاحظ الحركه شلون بطيئه، لان انا هسه شنو قللت السامبلنج تايم مالتي، قللت السامبلنج تايم. لو اجي اباوع انا عندي الى حد ما راح يخلص الزمن، هو شنو هو عباره عن يذبذب. لو اجي هسه اني ارجع اخليه سريع راح اقلل الزمن مالتي وراح انفذه، فراح تشوفون ان الحركه مالته صارت جدا سريعه. فهذا هو كل ما حبيت اشرح بهذا الفيديو بشكل مبسط، شلون احنا ممكن نرسم البندوليوم، شلون نتلاعب بالزمن مالته، شلون ممكن احنا نتلاعب بالفريكشن، الابعاد مالته حسب ما يعجبك. ولكن خلونا نتفق على انه احنا ما سلطنا لحد الان اي كنترول لو على البندوليوم، فقط رسمناه وبوضع النون لينير، يعني اشتغلنا كنون لينير بدون اي لينيرايزيشن. شكرا جزيلا لكم، والتقيكم في فيديو اخر ان شاء الله.